بالنسبة لي استشارة بقى الصيادلة، لو أنا يعني بالذات مع الأمراض اللي هي يقال عنها أنها بسيطة، بس أنا ما بشوفش إن في أي مرض بسيط حتى لو عندي برد أو زكام. نروح للصيدلي ونبي اديني حاجة للصداع، اديني حاجة للبرد، والصيدلي يديني الوصفة من غير روشتة الطبيب. طيب خلينا نقول ان في زي ما حضرتك قلتي حاجات بسيطه، عرض انا حاسه بيه النهارده، انا مصدعه شويه هاخد حبايه للصداع، جسمي مكسر شويه هاخد حاجه مسكنه يوم اتنين تلاته، لكن مش كل يوم. يعني ما ينفعش افضل ماشي على مسكن شهرين. يعني استمرارية العرض ده طبعا بيخليني أقلق. اقلق، وكمان حضرتك المسكنات اللي انا باخدها دي ليها اضرار على المعده على اللونج ران، دخل الناس في قرح، ليها اضرار على الاجهزه الداخليه بتاعتي على الكليه وعلى الكبد، فدي حاجه مش مظبوطه ابدا ان انا افضل ماشي من غير ما اكون متشخص على علاج. لازم اتشخص، لازم يبقى في تشخيص للمرض علشان اقدر ان انا اخد العلاج المظبوط. الحاجات العرضيه اللي حضرتك بتقوليها ان انا حاسس النهارده بدور برد او جسمي مكسر شويه وهاخد مسكن يومين ثلاثه، دي ما فيهاش مشكله. المشكله عندي في المضادات الحيويه حقيقه، ان يعني ما فيش صرف للمضادات الحيويه اون كاونتر، حتى قطره العين، حتى دهان الجلد. المضادات الحيويه حاجه في منتهى الخطوره، وضرر للشخص اللي بياخدها وضرر لكل المجتمع. اصبح عندنا دلوقتي، بس ده السريع يعني، انا هتكلم حق بصراحه، يعني الواحد لما بيجيله برد، يعني انا عملت تجربه صبرت 48 ساعه بس مش قادره خلاص، فخدت مش يعني طب تعبان، حضرتك حسيتي اعمل ايه؟ بعد يوم بعد يومين؟ ده مش اكيد تاثير الدواء اللي حضرتك خدتيه. هو بجد حضرتك 3 ايام بالظبط، هو 3 ايام، هو الادوار البرد اللي هي بنسميها الكومن كولد دي 3 ايام، حضرتك هتبتدي في التحسن لوحدك. يعني اصبر 72 ساعه بالظبط 72 ساعه. وبنقول الكلام ده على فكره للاطفال، يعني الامهات بنقول لهم مش هنبتدي مضاد حيوي قبل 3 ايام، بشرط ان حضرتك تكوني مسيطره على الاعراض، يعني الطفل ما يسخنش، لان الطفل بعد الشر ممكن يموت من الحراره. فممكن اخد مثلا 2 خافت حراره بالتبادل مع حاجه مسكنه مع حاجه ضد الحساسيه للطفل 3 ايام، لو بدا في التحسن خلاص ما نبتديش مضاد حيوي. طبعا ده تحت اشراف طبيب اطفال. يعني ما ينفعش برضو ادخل المضاد الحيوي الا باستشاره الطبيب، مش من بالظبط. نفسي، لان لا الامهات والماميز لا اطباء خالص اولادهم. خالص، يعني المضاد الحيوي ده يعني انا شايفاه سلاح احنا بنستعمله ضد نفسنا، زي يكون في ايدي سكينه بدل ما اقطع بيها الميكروب انا بقطع بيها جوه جسمي، فحاجه في منتهى الخطوره. يعني استعمال المضادات الحيويه ده يعني موضوع مهم. طب هو معمول لايه؟ ما دام هو خطر كده، ما حضرتك ما بتقولي اكيد معمول للاشخاص او في ظروف معينه، ايه معمول الكونديشنز؟ ان حضرتك تكوني متشخصه بعدوى بكتيريه، يعني العدوى قد تكون بكتيريه وقد تكون فيروسيه. لو انا متشخص ان انا عدوى بكتيريه، وده بيستلزم ان حضرتك تكوني طبعا في حاجات اعراض اكلينيكيه الاطباء زمايلنا في الكلينيكال بيبقى ليهم طبعا هاندز اون فيها وبيبقى ليهم نظره، بس محتاجين ان احنا سبورت من المعمل ان يقول لي ان دي عدوى بكتيريه. ومش بس عدوى بكتيريه، لازم اعرف نوع الميكروب البكتيري ده ايه، والمضادات الحيويه اللي هو بيستجيب ليها ايه.